دونك بالنسبه للابن ديالي هو راه خرج يعني هذه منذ يومين، يعني يومين ونصف، يعني خرج انطلق من خاركوف على الساعه 8:30 يعني اول امس، واليوم دابا حاليا راه هو في الحدود، باش ما نعاودش التفاصيل، يعني راه هو في الحدود ديال هنغاريا من بعد ما دوزوا واحد الرحله يعني شاقه مليئه بحافله بالاكراهات يعني والمجازفات، يعني بالمرور ديالهم في الليله ديال الضرب ديال كييف، يعني الليله اللي كانت فيها الضربات قويه في خاركوف وفي كييف، ويعني تم التوقيف ديالهم مده 5 ساعات في كييف يعني ضمانا والحمايه ديالهم باش يدوزوا في ظروف جيده، ولكن ملي وصلوا للحدود لقاو واحد المعاناه اخرى، لقاو يعني واخا كاين مساعدات تما وهذا، ولكن المرور بالدول اللي هي مستقبله كان فيها معاناه، يعني ما كاينش اللي يدوي معاهم، الدراري كانوا حائرين تايهين يعني بمعنى التيهان، ما كاينش اللي يقيديهم، ما كاينش غير فقط يعني الطلبه اللي كيدوزوا قبل منهم تيعطيونا لي فيديو، تيعطيونا التتبع ديال ما كنتبعوهم على طريق الطلبه اللي كيمشيو قبل، هما اللي تيعطيونا شنو غنقولوا، شنو غادي نديروا، كيفاش نوصلوا للمعلومات لانفورماسيون، اما شي مسؤولين اخرين ولا كانوا بعض الناس ديال الدبلوماسيه زعما صراحه مشكورين، فقط غير من جانب اننا كنعيطوا بعض المرات للسفارات اما من فرنسا اما من بلجيكا، اما من المغرب راه ما كنتواصلوا مع حتى شي حد يعني على مستوى السفاره ديال اللي كاينين في البلدان اللي هي مستقبله، ويعني كانوا كيعاونونا كانوا سميتو، ولكن حتى في الاخر تيقيدوك بداك نفس النقاط ديال العبور وال يعني الارقام اللي هي ديال الاتصال اللي كاينه تما، وبالتالي ما كنلقى في يعني ما كنلقاش شي حد اللي يشفي الغليل اللي يقول لك لا هذه صافي غير يمشيو غادي يدخلوا، راه كاين واحد السيد من السفاره عندهم في الكيشي الاولاني، لا الكيشي الاولاني تما فين كاين الحيف، هادو كيدخلوا هادو ما كيدخلوش. كيفاش كيتعاملوا معاهم الجنود الاوكران على الحدود؟ دونك بالنسبه لا شوف انا ما نهضرش على الجنود الاوكران لان انا صراحه ما درتش من هذه التجربه بالنسبه لولدي او ولاد اخرين، كاينين ولاد اخرين اللي فعلا عانوا مع الجنود، ولكن كاينين الطلبه ديالنا اللي عانوا من الاوكران الطلبه لان حتى هما كانوا معاهم ومشاو للحدود معاهم، وراه فعلا كانت اشتباكات مع بعض الطلبه مع الاوكرانيين اللي وصلت لشي نقط غير محموده، هادشي ما كنبغيوش حنا نقولوه في لي جروب ديالنا ديال الوليدات باش ما يجيهمش ضغط نفسي، ولكن فعلا راه هادشي كاين، هذا راه واقع شفناه وعايناه من خلال الصور من خلال الفيديوهات، دونك يعني داكشي كثير، وحنا الان حنا ببساطه كنقلبوا على حل لهاد الوليدات اللي باقيين عاقلين بوغ لو مومون، يجيو بعدا فحالهم دخلوهم اطمئنوا عليهم، كنعسوش انا من اليوم اللي سميتو من اليوم يعني يوم الخميس او فاش بدات الضربات 3 الصباح كيجيني ميساج من خاركوف من عند الابن ديالي ما نعش قريما مره واقيله بدات الحرب، اغلبيه من داك العام من داك الوقيته كنمشيو نخدموا في خدامينا يعني وحنا لابسين دابا كنمشيو نخدموا وكنمشيو وحنا ما ناعسينش بالليل وما واكلين ما كنشربوا ما كناكلوا، الضحكه ما بقاش كتخرج لك لان انت عارف ولد عزال وليدات عزال ما بقيناش هازين الهم ديال ولد واحد ولا عند راه كاين الناس عندهم جوج كاين الناس عندهم 3، انا عندي واحد مثلا، ولكن ولا حنا كنهضروا على وليدات المغاربه كاملين بحال بحال، الا داز ولدي ما غنقولش انا صافي احو بردات نو، غيدوز ولدي وغيدوز وليدات اخرين، وكاينه 60 طالب بقى عالقه في خاركوف بقينا متبعين حتى هما في الضرب، ما نعسوش مساكن البارح بالضرب والاشتباكات اللي كانت تما، ولكن دابا راهما الحمد لله شادين الطريق ديالهم، كنسال الله السلامه لينا كاملين الوليدات ديالنا كاملين، والامل ديالنا في وزاره ديال الخارجيه والسلطات المعنيه والمختصه انهم يحلوا لنا المشكل ديال الوليدات اللي عالقين دابا بوغ لو مومون، لان راه كاين مشاكل على مستوى البوابات صراحه، نوه بالمجهودات اللي قاموا بها الطلبه، حنا تفاجئنا في ولادنا بصراحه، حنا تفاجئنا في ولادنا بزاف، اولا لانهم استطاعوا ياخذوا قرارات جريئه وقرارات مصيريه، وكانوا صغار السن، كاين وليدات ديال 17 ابارتيغ دو 17 انا ولدي عنده 21 عام، كاين 17 18 19 ومع ذلك خداو قرارات مساكن، لان بين معاهم غير السماء الله سميتو والارض تحت منهم فقط، كاين الوليدات اللي ما عندهمش المصروف، كاين الوليدات اللي مساكن، كاين الولاد اللي يعني كاين اشكالات كثيره، ومع ذلك ايزون سيغمونتي هذا الشيء، نطلبوا الله غير يجيو لنا وليداتنا وديك الساعه نشوفوا المطالب الاخرى.